السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة قناة مي وورد منوعاتي أرحب بكم وأتمنى من الله أن تكونوا بخير اليوم إن شاء الله راح مع بعض طريقة تصميم صورة مصغرة باستخدام برنامج الغني يعني التعريف كين ماستر بطريقة بسيطة كما عودتكم بسم الله على بركة الله ندخل إلى كين ماستر ثم نضغط هنا ثم ستة عشر ثم هنا سأختار الخلفية يجب أن تكون خلفية صورة مصغرة بارزة يعني تثير الانتباه هنا أنا سأختار مثلا اللون الأصفر وأنتم اختاروا أي لون ترتاحون له هنا بعد ذلك سأختار على طبقة وسائط وسأضغط على هنا أنا قمت بتحميل صور, صور أطفال وقمت بزات الخلفية طبعاً ساقوم بضغط هذه الصوره سأضعها ساضعها اينما اردت في اليمين في اليسار اينما اردت ما دام هي ما هي تشير الى الاعلى يعني هناك شيء فوقها ساقوم بضغط هكذا وضعها هنا تكبير الصوره طبعا ثم بعد ذلك طبقه الكتابه هنا ساكتب ساكتب مثلا طريقه تصميم صوره مصغره بتطبيق كيم ماستر هنا ساقوم بتكبير الكتابه ثم نضغط على هنا ا عربي ساختار يعني خط نوع الخط انتم اختاروا نوعيه الخط الذي تحبون ساختار انا هذا الخط بعد ذلك ساقوم بتكبير الكتابه نفس المده ثم بعد ذلك هنا هناك اضافات كثيره خط العريض ظل توهج ساختار اولا توهج الكتابه ساختار اي لون مثلا ساختار اللون البرتقالي او اللون الاحمر يجب ان يكون يعني ي... ان تكون صوره مصغره لافته الانتباه حتى اللون الابيض لم يعجبني ساقوم باضافه اللون الازرق سارى لا لم احبه ايضا هنا نقوم يعني بال البرتقالي ثم بعد ذلك ساقوم باضافه اختيار اخر خط العريض هنا لدينا مثلا هكذا او اللون الاصفر او البرتقالي لا البرتقالي مع البرتقالي لا يجوز الاخضر أنتم هنا تفننوا وقوموا بإضافة سأترك الأبيض كما أظن سنرى هنا بعد ذلك سأقوم بإضافة تطبيق كين ماستر خلفية طبعا قمت بزاد الخلفية من قبل تكبيرها قليل ووضع ووضعها في المكان المناسب سأقوم بوضعها هنا بأصب اليد أقوم بتكبيرها قليلا تكبير الحجم وها أنا ذا حصلت على صورة مصغرة بطريقة سهلة وبسيطة أنا هنا كما أقول لكم دائما أعطيكم الأساس أساسيات الاشتغال أنتم قوموا بالضغط على أي صورة أي صورة مثلا قنوات الطبخ تقوم بإضافة صورة الطبخ أي شيء قوموا بإضافته هنا أنا قمت بإضافة هذه الفتاة وتطبيق الماستر والكتابة فقط وأنتم لديكم حرية عمل أي شيء والان طريقه الحفظ كما تعرفون فالكي ماستر يقوم بتصدير فقط الفيديوهات وليس الصور انا ساقوم بالخروج هكذا بالخروج من الفيديو ثم الضغط على الفيديو لن اقوم بالدخول ساضغط هنا سانتظر قليلا ازاله هذا ثم اقوم بعمل سكرين شوت ساقوم بتصوير شاشه الهاتف وها انا احصل على صوره مصغره مباشره سأخ... ساذهب الى استوديو يوتيوب ثم ساضيفها الى الفيديو الذي ساشرح اشرحه الان على العموم وصلت على وصلت الى اخر فيديو اتمنى ان شاء الله ان يكون الشرح خفيف على قلوبكم ومفهوم من لديه اي استفسار اي سؤال اما ان يكتبه في التعليق او سيقوم بالتواصل معي في انستغرام ان شاء الله وساقوم باجابه عليه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته